السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان محاضرتي سوف يكون عن Overview in Principles of Surgical Exodontia، مراجعة عامة على القلع الجراحي. بداية أود أن أتشكر مجموعة طب الأسنان مباشرة متمثلة بالدكتور مازن دوماني لأنه خصني بوقت لهذه اللفتة الكريمة وهذا الحدث المهم والذي سوف يفيد طلاب طب الأسنان بشكل عام وللمهتمين بشكل خاص. محاور محاضرتي هي التالية: أولا، ما هي استطبابات القلع الجراحي؟ ثانيا، خطوات القلع الجراحي متمثلة ب كيف نصمم الشريحة وكيف يتم رفع الشريحة وتصميمها. راح أحكي عن أنواع الشرائح أول شيء، بعدين ما هي الاعتبارات اللي بدي اخذها لما بدي انا ارفع الشريحة. ثانيا، شو هي تقنيات القلع الجراحي بالنسبة للأسنان واحدة الجذور single rooted tooth، وبالنسبة للأسنان متعددة الجذور الأرحاء multiple rooted tooth. وبالنسبة للقلع الجراحي بشكل بسيط سوف أتحدث عن الأرحاء المنطويه الأرحاء الثالثة المنطمرة، والقلع الجراحي بالنسبة للجذور المكسورة وبقايا الذرة المكسورة ضمن السكيت. مبادئ عامة عن الخياطة في الحفرة الفموية. وأخيرا، بعض الاعتبارات التي يجب أخذها بعد القيام بالعمل الجراحي بالنسبة للتغطية الدوائية وبالنسبة للعناية. أولا، ما هي استطالات القلع الجراحي؟ أول شيء، إذا كان في عندي طبق قوة كبيرة جدا خلال القلع لسن متوقع أن يكون ملتصق، فالقيام بالقلع البسيط أو القلع المغلق بواسطة الكلابات لهذا السن سوف يؤدي حتما إلى كسر السن أو كسر العظم الملتصق به أو كسر الاثنين سوا. مثل هون الصورة عندي، كان في عندي محاولة لقلع رحى ثانية بواسطة القلع البسيط وتم تطبيق قوة زائدة أدى إلى كسر جزء من الحدبة الفكية اللي هي الماكسيلاري تيوبروسيتي وخروجها مع السن خلال عملية القلع، وهذا الشيء طبعا مؤذي جدا بالنسبة للمريض كونه حيعمل مشكلة في التعويض لاحقا، خاصة إذا بده يركب بعد فترة طويلة تعويض كامل أو تعويض جزئي. وثانيا، راح يسبب له آلام مبرحة كونه صار في عندي كسر بقلب العظم. ثاني استطباب، إذا كان في عندي جذور متباعدة للسن المراد قلعه، مثل هي الحالة كان في عندي جذور كتير متباعدة كتير divergent، فمحاولة القيام بقلع بسيط أو بقلع بواسطة الكلابات لهذه السن سيؤدي حتما إلى كسر في أجزاء بهذه السن، خاصة كسر بالجذور. أيضا، إذا كان في عندي انحناءات ضمن جذور السن التي نريد قلعها، كمان المحاولة لاستخراج هذا السن أو قلع هذا السن بواسطة القلع البسيطة سيؤدي حتما إلى كسر الجزء الذروي من هذا السن. إذا كان في عندي الجيب الفكي قريب جدا من جذور الأسنان التي نريد قلعها، أو إذا كانت متداخلة جذور هذه الأسنان ضمن الجيب الفكي، والمحاولة بقيام قلع بسيط بالكلابات أو بالقلع المغلق لهذا السن سيؤدي بالأغلبية إلى ثقب بقاع الجيب الفكي، لذلك نقوم بمحاولة فصله إلى أجزاء متعددة كما سنتحدث لاحقا وإخراجه كل جزء على حدة مشان نقلل احتمالية انسقاب قاع الجيب الفكي. طبعا في حالات أخرى، مثل إذا كان في عندي أسنان عليها نقور عنقية كبيرة، وخلال القيام بمحاولة لقلع بواسطة الكلابات بالقلع البسيط سيؤدي إلى كسر ضمن الجذر ضمن كون هذه البنية هنا ضعيفة بسبب النخر، أو إذا كان في عندي أسنان عليها حشوات كبيرة، حشوة أمالجام كبيرة مثلا مثل هون، وعند محاولة القيام بقلع هيك سن رح يصير في عندي تهدم بالتاج وصعوبة أكثر بالقلع، لذلك نفضل القلع جراحيا بواسطة فصل الجذور عن بعض البعض واستخراج كل واحدة على حدة. في حالات القلع المتعدد لدى مريض مستطيل لديه قلع كافة الأسنان مثل هي الحالة، ومنه كمان بنقدر نعمل ريموف أو إزالة للزوائد العظمية اللي ممكن تنتج عن عملية القلع وإعادة
تشكيل للستة من جديد وخياطتها من جديد، إزالة الزوائد من اللستة، نعملها ريكونتورينج يعني. في حالات أخرى مثل حالة الهايبرسيمنتوزز خاصة عند الأولدر بيشنتس، عند المرضى كبيرين بالسن، محاولة بقلع هكذا سنسر يؤدي حتما إلى كسر بالجذر وصعوبة في استخراج هذا الجذر لاحقا. لذلك يفضل عمل قلع جراحي لهذا السن واستخراجه بشكل كامل. حالات أخرى إذا كان في عندي ضرورة للوصول بشكل جراحي إلى السن، خاصة في حال كسر الجذور أو وجود بقايا أو زرع مكسورة من السن ضمن السنخ، كونها قلع مثل هكذا الحالات وقلع المغلق سيكون صعب قليلا. إذا كان في عندي جذور ذات شكل بصلي مثل هي الحالة، الجذر أخذ شكل بصلي بسبب وجود آفة سنية المنشأ حول الجذر واللي هي غالبا حتكون سيمنتوبلاستوما، محاولة قلع هيك سن بواسطة قلع بسيط سيؤدي حتما أيضا إلى كسر بالجذر وبقاء هذه الآفة ضمن التجويف العظمي. لذلك يجب استخراج مثل هيك حالة بواسطة القلع الجراحي. حالات أخرى أيضا إذا كان في عندي سن بدي أقلعه، كان هذا السن طول التاج السريري تبعه قصير شورت كلينيكال كراونز، فالقيام بمحاولة استخراج أو قلع هكذا الأسنان بواسطة الكلابة سيؤدي حتما إلى كسر أو عدم إمكانية مسك السن بشكل كامل بواسطة الكلابة. في مشكلة تانية كمان بهكذا أسنان إنه بيكون فيها كالسيفيكيشن بالبريودونتال ليجامنت عن تكلس بالمسافة الرباطية، وهذا ما يجعل عملية القلع الروتيني أو القلع البسيط صعبة وتحتاج أحيانا أو غالبا إلى القلع الجراحي. حالة أخرى إذا كان في عندي دينس بون أو غياب المسافة الرباطية أو تكلس بالمسافة الرباطية وقلع بهيك أسنان بواسطة الكلابات سيؤدي غالبا إلى إما كسور بالأسنان أو كسور بالعظم أو كسور بالجذور. لذلك يفضل قلعها جراحيا، وهيك حالات شائعة بتكون أكثر شيء عند المرضى الكبيرين بالسن الـ older patients. باختصار خطوات القلع البسيط: أول شيء رفع الشريحة وإبعادها، بعدين بعمل بون ريموف أو برد العظم المحيط بالسن، ثم نقوم بـ access to the tooth or root، نصل للسن أو الجذر اللي بدنا نقلعه، بعدين delivering of tooth by instruments، إزالة السن أو قلع السن بواسطة الأدوات المناسبة، ثم debridement and suturing، تنظيف مكان الجرح ومن ثم القياطة. في عندي شروط معينة لازم التزم فيها في أثناء عملية القلع الجراحي، وهي excellent light، أكيد لازم يكون في عندي إضاءة جيدة لحتى يكون في عندي excellent visibility اللي هي الرؤية الجيدة. إذا كان في عندي excellent visibility بصير في عندي excellent access، وصول صحيح وسهل للسن المراد قلعه جراحيا. ومن ثم عندي شرط آخر وهو excellent instruments، أن تكون أدوات ما لها كليلة، تكون حادة، تكون دقيقة لحتى أقدر أستخرج جذور وذرة والأسنان بكل سهولة. وشرط هام جدا جدا وهو أن يكون طبيب أسنان متمرس، ويفضل أن يكون أخصائي بالجراحة مشان يعمل مثل هيك إجراءات. بالنسبة لأنواع شرائح بطب الأسنان المستخدمة ضمن الحفرة الفموية، الشرائح الجراحية عندي الـ Enveloped Flap، الشريحة الظرفية. في عندي Flap of Essential Ridge اللي هي الشريحة عند المرضى ذوات الفك الأدرج. عندي 3 Cornered Flap اللي هي شريحة ثلاثية الزوايا اللي هي يطلق عليها أيضا بالشق المحرر العمودي. في عندي 4 Cornered Flap اللي هي شريحة رباعية الزوايا وهي شقين محررين عموديين 2 Vertical Releasing Incisions. أيضا في عندي واي شيبت فلاب اللي هي شريحة على شكل حرف واي، وعندي سيميلر فلاب اللي هي الشريحة الهلالية، وفي عندي البيتيكال فلاب اللي هي الشريحة الإصبعية. أولا بالنسبة للشريحة الظرفية اللي هي الانفلوب فلاب، هي أكثر شريحة ممكن إن نحن نستخدمها ضمن الحفرة الفموية. بالمقام الأول نستخدم شرائح ظرفية لأنه بتوفر لي الوصول المناسب ل السن أو الجذر الذي أريد قلعه، وسهلة الشق وسهلة الإزاحة والرفع، ويتم إزاحتها بالاتجاه الذروي.
فهي غالبا نستخدمها ضمن الحفرة الفمية. النوع الثاني هي flap of edential sridge، الشريحة اللي بيستخدمها عند المرضى اللي عندهم فك أدرار، وهي الشريحة بيتم العمل الشق فيها على مستوى الكريست اوف ذا ريتش على مستوى قمة السنخ، كونه هي المنطقة خالية من أي معالم تشريحية خاصة أعصاب أو أوعية دموية يمكن أن يحدث ضرر فيها في أثناء عملية الشق، باستثناء حالة واحدة وهي حالة ضمور الفك السفلي أتروفيك ماندبل، فبصير في عندي هجرة للأعصاب باتجاه الكريست أوف ذا ريتش، وبالتالي بيعمل شق في هذه المنطقة عند المرضى اللي عندهم امتصاص شديد أو ضمور شديد بالفك السفلي، يمكن أن يشكل خطر خاصة بالنسبة للمنتال نيرف في هذه المنطقة. وتستخدم هذه الشريحة من أجل عمل بري بروثيسيس سيرجري أو ريكونتورينج أوف ذا ريتش أو ريموفبل أوف مانديبولار تورس. النوع الثالث وهو الشريحة ثلاثية الزوايا، ويطلق عليها كما ذكرنا سابقا الشق المحرر العمودي Vertical Releasing Incision، تعطيني أكسس أكبر من الانفلومنت انسجن بحال كنت بدي أعمل جراحة بمنطقة ذروية بشكل خاص، فإنها بستعمل هذا النوع من الشرائح كونه يوفر وصول أفضل كما ذكرنا، وأيضا يتم استخدامه في posterior aspect of the mouth في المنطقة الخلفية من الحفرة الفموية خاصة في عملية استخراج الألحاء المنتمرة. نوع آخر وهو الفور كورنري فلاب اللي هو شريحة رباعية الزوايا، وهي كما ذكرنا هي شقين محررين عموديين to releasing incisions، تعطيني أكسس كتير كبير بالاتجاه الذروي، ولكن وصول أو أكسس محدود ضمن الاتجاه الأنتيريور بوستيريور الأمامي الخلفي. وعلى كل حال هي شريحة نادرة ما نستخدمها بالحفرة الفموية، لأنه الشق المحرر العمودي أو الشريحة ثلاثية الزوايا تكون كافية من أجل الإيفاء بالغرض المطلوب للجراحة. في عندي الواي شيبت فلاب، هي الشريحة المستخدمة بمنطقة البلات أو منطقة قبة الحنك، مشان إذا بدي أعمل جراحة لإزالة البلاتال تورس بشكل رئيسي تستخدم في قبة الحنك. في عندي الشريحة الهلالية تستخدم بشكل أساسي في حالات الجراحة حول الزاوية البري أبيكال سيرجري، من محاسنها إنه أنا بعمل شق على شكل هلال في منطقة الأتاج جنجيفا، بحيث إني أتجنب أعمل ضرر أو تروما على البابيلا وعلى الماجينال جنجيفا، بينما إلى مشكلة واحدة أو سيئة واحدة أو ديس أدفانتج واحدة، وهي ليميتد أكسس كونها بس توفر أكسس للأبيكال ريجن. في عندي البيديكال فلاب اللي هي الشريحة الإصبعية، من اسمها إصبعية تأخذ شكل إصبع، ممكن أن تكون بلاتال ممكن أن تكون بكال، وتستخدم بشكل أساسي في حالات إغلاق الناسور الجيب الفموي اللي هو الأورو أنترال كوميونيكيشن أو الفيستولا ناتج عن قلع أحد الأرحاء في الفك العلوي. هلأ في عندي عدة اعتبارات لازم آخذها في حال رفع الشريحة ضمن النسج الرخوي، وهي أولا إنه لازم هي الشريحة أقدر أرفع بواسطة شق جراحي، ثانيا كل شريحة لازم تحمل توعية الدموية الخاصة فيها، وذلك بأن تكون قاعدة الشريحة أوسع من قمة الشريحة من أجل أن تحمل التروية الدموية الخاصة بها، لأنه إذا كان عملنا بالعكس كان في عندي القمة أعرض بين القاعدة حيصير في عندي تروية دموية غير كافية للشريحة، وبالتالي حيصير في عندي نكروزز أو تموت بالشريحة. ثالثا يجب أن توفر surgical access to underlying tissues، لازم أنه توفر لي الوصول إلى المنطقة المراد عمل الجراحة بها، وذلك بأنه يكون مساحة الشق أو مساحة رفع الشريحة هي كافية، بحيث إذا كان في عندي envelope flap أو شريحة ظرفية لازم تكون ممتدة سنين نحو الأمام وسن واحد نحو الخلف من أجل أن توفر sufficient access للمنطقة، بينما في حال كان عندي شق محرر عمودي يجب أن يكون الشق ممتد إلى سن نحو الأمام وسن نحو الخلف والرفع باتجاه الذروي وسطة رفعة السمحاق من أجل أن توفر وصول مناسب إلى المنطقة المراد عمل الجراحة بها. رابعا يجب أن تعود هذه الشريحة أو إمكانية عودة الشريحة إلى مكانها المناسب والطبيعي من دون أي خسائر أو نكروزز أو إسكيميا في المنطقة. خامسا يجب أن تخيط ب
الخيوط الجراحية الخاصة من أجل أن يحصل شفاء في المنطقة، وبالتالي من أجل أن يحصل شفاء في المنطقة يجب أن تكون الشريحة مستندة بشكل أساسي على ساوند بون وعلى سمحاق من أجل أن يحدث الشفاء في المنطقة، ولا يحدث انهيار وتمزق ضمن الشريحة بعد إغلاقها، وما يصير في عندي delayed healing أو تأخر في الشفاء. الاعتبار الآخر هو أنه عند رفع الشريحة يجب مراعاة وجود بنى تشريحية هامة مجاورة يمكن أن تكون في منطقة الجراحة، ويجب تجنب أذية هذه المعالم التشريحية في حال عمل الجراحة في المنطقة. وأشهر هذه المعالم التشريحية في الفك السفلي، أولا المنتال نيرف اللي بيكون موجود بمنطقة البريمولرز أو أقرب إلى السكند بريمولرز، لذلك عند اضطرار عمل جراحة في هذه المنطقة وعمل شريحة في المنطقة يجب الابتعاد عن المنتال نيرف، بحيث أن تكون منطقة الجراحة أو منطقة رفع الشريحة أو منطقة الشق أمام أو خلف منطقة خروج المنتال نيرف من الثقب الزقنيعي، وأن نستخدم الانفولوب انسجن كونها الأقل احتمالية لحدوث أذية في منطقة العصب. ثاني عصب باخده بالفك السفلي بعين الاعتبار هو اللينجوال نيرف، واللي هو بيكون بشكل وثيق متلامس ومتلاصق مع الناحية اللسانية من اللينجوال aspect of the mandible، خاصة عند منطقة الألحاء الثالثة. لذلك وقت بدي أعمل شريحة مشان استخراج ريحة ثالثة منطمرة سفلية، يجب أن يكون الشق باتجاه الدهليزي واتجاه الديستال من أجل تجنب أذية اللينجوال نيرف، ولا أعمل أبدا أبدا أي شريحة بالاتجاه اللساني في منطقة الفك السفلي. طبعا أذية اللينجوال نيرف بسبب الجراحة سوف يفضي إلى خدر مؤقت أو دائم حسب درجة الأذية ضمن نصف اللسان الموافق لجهة الأذية. بالنسبة للفك العلوي، في عندي نيزوبالاتاي نيرف ان ارتري اللي هو الشريان والعصب الانفي الحنكي، اللي هو بيكون متوضع على المنطقة الأمامية من قبة الحنك anterior aspect of the palate. طبعا نحن مثل ما بنعرف انه بيعصب السوفت تيشو بمنطقة الانتيريور بالات، وبالتالي ما حيشكل كتير مشكلة بحال رفع شريحة في هذه المنطقة من حيث التعصيب، لانه بالنسبة لشعور الخدر بهي المنطقة ما حيكون كتير واضح، بالنسبة للمريض ما حيكون مزعج، وبالنسبة للارتري ما حيكون في نزف قوي ومزعج بالنسبة للمريض، وبالتالي لا مشكلة في عمل شريحة في هذه المنطقة. بينما بالنسبة للجريتر بالاتاين ارتري اند نيرف، الشريان الحنكي الكبير والعصب الحنكي الامامي او الكبير، فلازم نتجنب نعمل الفيرتيكال ريزنج انسجن بهي المنطقة، كون التداخل بالجراحة على الشريان الحنكي الكبير الجريتر بالاتاين ارتري راح يعمل لي نزف مزعج للمريض وصعب السيطرة عليه في هذه المنطقة. لذلك يجب تجنب عمل شقوق محررة اللي هي الفيرتيكال ريزنج انسجن في هي المنطقة. هلا كيف فيني انا اعمل او ارفع الشريحة؟ عندي عدة اعتبارات لازم اخذها. اولا طبعا وجود ادوات مناسبة، اللي هي عندي شفرة 15، عندي حامل الشفرة، في عندي لازم نمسكهم بمسكة الألم، ويكون الشق من الخلف الى الامام وبحركة واحدة وسريعة وحازمة، ولازم يكون شادين الاليفيرا الماكوزا او المخاطية الفموية بالمنطقة مشان يكون الشق حاد وغير مشقق، ما يعمل لي اذية ضمن السوفت تيشو. طبعا بالنسبة اذا كان عم بعمل انفلوب فلاب او شريحة ظرفية، لازم انا اجيب الطرف الكليل والمسطح من رافع السمحاق وابلش رفع من منطقة البابيلا اولا، ومن ثم اقوم برفع باقي الشريحة وبشكل بطيء ومع السمحاق، لازم انزل برافعة السمحاق بالجزء الكريم منها تحت السمحاق وارفع الشريحة مع السمحاق، مشان ما يصير في عندي اذية وتمزق واسكيميا وتموت بالسوفت تيشو. طبعا حيصير في عندي رفع بالاتجاه الابيكال. هلا اذا كان في عندي فيرتيكال ريليزنج انسجن استخدمتها، لازم يكون عندي الرفع بالاتجاه الابيكالي، لازم بلش رفع بواسطة رافعة السمحاق رفع الشريحة من عند الزاوية الفاصلة بين الشق وبين الزاوية،
ونفع بالاتجاه الابيكال واللاترال. طبعا كمان بدي اخذ بعين الاعتبار انه انزل بالطرف الكليلي رافع السمحاق تحت السمحاق وارفع الشريحه كامله سوفت تشو زائد بريوستيوم، يعني سمحاق مع نسج رخوه، نفس السبب اللي حكيناه قبل شوي اللي هو تجنب عمل اذيه ضمن السوفت تشو، ما يصير في عندي اسكيميا، ما يصير في عندي نكروزس ضمن السوفت تشو. طبعا مثل ما ذكرنا هون انه البدء برفع الشريحه من الجزء الوسيط او من عند الزاويه تبع الفيرتيكال يوريزنج انسجن راح يعمل لي تسهيل لرفع الشريحه وما يكون في عندي اذيه ضمن السوفت تشو، حيكون اتروماتيك ريفليكشن اوف سوفت تشو فلاب. بالنسبه لتقنيات القلع، هلا اول شيء في حال كان في عندي سنجل روتد تيث او توث سن وحيد الجذر بدي اقلعه بطريقه جراحيه، في عندي عدة طرق ممكن اني استعين فيها. اول طريقة باني ارفع شريحة ظرفية انفلوب فلاب واوصل لمنطقة السن المراد قلعه، ابرد شوية العظم شوية صغيرة ما كترت برد عظم، بعدين بجيب كلابة الجذور اللي هي طبعا تختلف بين فك العلوي والسفلي، بجيب كلابة الجذور وامسك الجذر وبقلعه بالطريقة المعتادة. الطريقة الثانية هي اني كمان برفع شريحة بوصل للعظم وبجيب كلابة الجذور، طبعا بيكون اول طرف مسك بالجذر من طرف البلات والطرف البكال اذا ما حسنت اوصل ضمن الجذر للداخل بمسك بالكلابة بجزء السطحي من البكال كورتيكال بليت، باعتبار بتكون الرئة بهي المنطقة لذلك يمكن اني اهرسها تحت الكلابة واكسر هي الجزء الصغير ومشان استخرج الجذر كاملا مع هذه القطعة العظمية من البكال كورتيكال بليت. في عندي طريقة تانية كمان يلي هي اني ارفع الشريحة واوصل للجذر وفوت ضمن البريودونتال ليجامنت سبيس بواسطة باين اليفيتر، دافعة باين تكون رفيعة للمسافة الرباطية، واعمل حركة اسفين يلي هي حركة ويدج واستخرج الجذر المراد اني اقلعه بواسطة الويدج بطريقة الويدج برفعة الباي. في عندي طريقة تانية وهي الطريقة التقليدية اني انا ابرد عظم من الباكل بليت وحوالي تلتين طول الجسر بواسطة السنبلة ببرد العظم، بعمل ازالة للعظم بهي المنطقة، ومن ثم أقوم باستخراج الجذر بالكلابة بشكل معتاد. في عندي طريقة تانية بحال ما طلع مع الجذر بالطريقة التقليدية بعد ما بردت عظم، هو إني أعمل ويندو أو نافذة ضمن الجزء الذروي الظاهر من الجذر اللي بدي أقلعه بواسطة السنبلة مشان أخلق نقطة استناد للكلابة أو للرافعة لحتى أستخرج فيها السن. مثل هاي الحالة في عندي كرين بيك يلي هي الرافعة الصغيرة يلي حشرتها ضمن الفجوة أو النافذة أو الويندو اللي عملتها بالسنبلة مشان أعمل استخراج أو قلع للجذر من مكانه. هلا بالنسبة لي الأسنان متعددة الجذور مثل الأرحاء، طبعا المبدأ الأساسي فيها هو إنه أفصل هي الأسنان متعددة الجذور لأسنان متعددة وحيدة الجذور مشان يصير القلع عندي أسهل وأفضل على مبدأ فرق تسد، فنحن هون بنفرق الجذور مشان نقدر نقلعهم بشكل أسهل. طبعا تختلف التقنية في حال كان التاج انتاكت أو سليم أو إذا كان التاج ميسنج أو متهدم أو ما عندي تاج على السن، فبدي أفصل بس الجذور وأقلعه. هلا بالنسبة للإرحاء السفلية، بحال كان التاج سليم وموجود في عندي تقنيتين لإقلاع فيها السن، أول طريقة بإني أنا أفصل التاج مع الجذور لسنين وحيدين الجذر، سن أنثي وسن وحشي ديستال وميزيال، بعدين بقلع كل سن على حدة بواسطة الكلابة. في عندي طريقة تانية بحال كمان كان التاج سليم، هو إني أنا برفع كمان شريحة ببرد عظم لمستوى البايفوركيشن، بعدين بعمل فصل للتاج مع الجذر الوحشي وبخلي الجذر الأنثي الميزيال روت لحاله، بعدين بقلع التاج مع ديستال روت وبقلع آخر شيء الميزيال روت بواسطة رافعة كراير.
هلا بحال كان التاج متهدم او ما في تاج عندي، فانا بعمل فصل للجذور جذرين انثى ووحشي، وبخلق مثل نقطة استناد وسط السنبلة مشان استند فيها برافعة كراير استخرج اول جذر، وممكن حاول كمان اني استخرج برافعة الباين كمان مو مشكلة، وبعدين بستعمل رافعة كراير مشان فوت بالسوكت الفاضي تبع الجذر يلي قلعته، وبقلع الجذر الاخر بواسطة الويل اند اكسل بمبدأ العجلة والمحور برافعة كراير. بالنسبة للأرحاء العلوية كمان بتختلف ما بين إذا كان التاج موجود أو سليم، وما بين كان التاج متهدم. ففي حال كان التاج موجود بعمل فصل للتاج عن الجذور وخليه مع البلاتر الروت، فبقلعه للتاج مع البلاتر الروت، ثم أقوم باستخراج أول جذر بواسطة رافعة الباين وآخر جذر بواسطة رافعة الكراير. فبيكون في عندي استخراج البلاتر الروت مع الكراون، بعد منها استخراج للميزيو بكر روت بواسطة الباين اليفيتر، بعدين للديستو بكر روت بواسطة الكراير اليفيتر. هلا في حال كان تاج تبع الرحلة العلوية غير موجود، فأنا بعمل فصل للجذور الثلاثة وخليهم كل واحد على حدة، بعدين بعمل إزالة لأول جذر بواسطة رافعة كراير من خلال نقطة الاستناد اللي أنا خرقتها بالسنبلة مشان استند فيها برافعة كراير وإقلع أول جذر، بعدين بقلع ثاني جذر كمان بالكراير أو بالكلابة الجذور المرتفعة، آخر شي طلع الجذر البلاتال كمان يا إما بواسطة الكلابة أو بواسطة الباين إليفيتر. بالنسبة للقلع الجراحي للأسنان المنطمية طبعا في عندنا عدة خطوات، وبيعتمد صعوبة القلع على كيفية توضع ووضعيته بالنسبة للنسج المجاورة للأسنان المنطمية. فأول خطوة هي إني أنا أرفع الشريحة، مثل ما لاحظنا هون إن الشقوق هون أغلبها شقوق محررة عمودية عم تكون مشان يكون في عندي greater access بالمنطقة. ثانيا بعمل إزالة للعظم حوالين السن المنطمرة، وغالبا بيكون بالاتجاه الاكلوزال يعني من الاعلى، ومن الاتجاه البكال او الديستال، من الاتجاه الدهليزي بيكون هون البلد بشكل اساسي، ديستال بكال اكلوزال. طبعا في عندي الخطوة الثالثة هي اني اقسم السن لعدة اقسام. طبعا كيفية سيكشنينج اوف ذا توث تعتمد على كيفية التوضع تبعه او الانجوليشن تبعه، مثل ما انا ملاحظين هون كل واحد حسب كيفية التزوي تبعه او الانجوليشن تبعه عم يكون في اله فصل، وبالنهاية كله بصب بغاية واحدة وهو انه تسهيل عملية القلع بالنسبة للطبيب. اخر شيء بعمل ازالة ل السن او اقسام السن اللي انا قسمتها بواسطة الروافع. طبعا في عندي عدة عوامل تتعلق بصعوبة قلع الأسنان المنطمرة، وهي طبعا بشكل سريع هي أول شيء الأنجوليشن تبع السن تختلف ما بين وضعية وأخرى، علاقتها مع الريموس العمق تبعها الديث، إذا كان في عندي روت مورفولوجي طبعا إذا كان لونج ثين روت، ما بين كان كونيكال فورم تختلف، ما بين كان دايفرجنت روت طبعا بتكون أصعب. البريودونتال ليجامنت سبيس كمان تلعب دور في تسهيل او صعوبة قلع السن، كمان الفوليكل سبيس كمان تلعب دور، البون المحيط كمان بيلعب دور، علاقتها مع الرحلة الثانية المجاورة كمان تلعب دور. هلا بالنسبة للرحلة السفلية في عندي عامل اضافي هو علاقته مع الانفيريو اليدرال كانا قناة العصب السنخي السفلي، كمان كل ما كان اقرب كل ما كان اصعب القلع ومعقد اكثر، بيعطي كومبليكيشنز اكبر. وكمان بالنسبة لي طبيعة الإمباكشن تبع السن المنطمرة ما بين سوفت تيشو إمباكشن أو كومبليت بوني إمباكشن، كل ما كان منطمر بعظم بشكل أكبر كل ما كان صعوبة القلع أكبر وبده برد عظم أكثر. بالنسبة لي الأنجوليشن طبعا في عندي أربع أنواع بالنسبة لي الأرحاء، وهي ميزيو أنجولار، في عندي الهوريزنتال وهي حالة خاصة من ميزيو أنجولار، في عندي الفيرتيكال، في عندي ديستو انجلر وهي اصعب بالنسبه للارحاء السفليه. بالنسبه للارحاء العلويه بتختلف شويه القصه، فعندي الفيرتيكال هي اسهل نوع، في عندي الميزيو انجلر بالمرتبه الثانيه، ديستو انجلر بالمرتبه الثانيه، وميزيو انجلر هي
الأصعب بعمليات القلع بالنسبة للأرحام المضمرة العلوية. بالنسبة للعمق في عندي كلاس A وكلاس B وكلاس C، حسب قديش في عندي عمق، كل ما كانت أعمق كل ما كانت أصعب القلع. طبعا بالأرحاء العلوية نفس الفكرة. في عندي بالنسبة للأرحاء السفلية علاقتها مع الرئد أو relation with ramus، كل ما كانت الرحى متداخلة باتجاه الرئد بشكل أكبر، كل ما كان صعوبة قلعها أكبر، بحاجة لبرد عظم أكثر. وطبعا عمليات قلع الأرحاء المضمرة ضمن الرينموس بشكل كامل تحتاج إلى تخدير عام، غالبا ما حيمشي الحال بالتخدير الموضعي، طبعا حتكون أصعب كل ما كان أقرب إلى الرينموس. بالنسبة للروت مورفولوجي بتختلف ما بين، عندي عاملين لازم آخذهم، أول شيء طول جذر تبع السن المضمرة وشكل الجذر. فطول الجذر الأمثل للقلع هو نص لتلتين طول الجذر يكون مكتمل، لأنه لا إذا كان كامل بيكون سهل بالقلع، ولا إذا كان مو مكتمل أبدا بيكون سهل بالقلع. مثل هي الحالة، إذا حاولنا نقلع مثل هيك سن منطمر، رح يصير في عندي روتيشن بتوث بود بأثناء عملية القلع بواسطة الرافع، رح يصير في عندي صعوبة باستخراج هيك سن. حتى المورفولوجي بيلعب دور، ما بين إذا كان كونيكال بيكون قلعه أسهل، ما بين كان دايفرجن ومتشعب أكثر حيكون قلعه أصعب. عندي الفوليكل والبوليونتال ليجمنت سايز او سبيس، كل ما كان الفوليكل اكبر تبعه كل ما كان صعوبة قلعه اقل، بيكون اسهل بالقلع يعني. وبدي اخذ بعين الاعتبار انه لازم سلخ الفوليكل بشكل جيد بعد عملية القلع لما بدي اعمل برايتمنت لمكان الجراحة. وبالنسبة للبوليونتال ليجمنت سبيس كمان، كل ما كانت اوسع كل ما كان القلع اسهل، والعكس صحيح. عامل اخر باخده بعين الاعتبار لصعوبة القلع هو natural of overlying tissue، يعني كيفية انضمام السن. بينما كان إذا soft tissue impaction بيكون سهل كثير بالقلع، بحيث إني أنا مجرد ما رفعت الشريحة بلاقي تاج السن ظاهر عندي. بينما إذا كان partially bony impaction بيكون أصعب. بينما أصعب نوع هو ال complete bony impaction اللي هو مطمئن بشكل كامل ضمن العظم، فبده برضه عظم كثير بيكون. في عندي عامل آخر بالنسبة للفك السفلي وهو relation with inferior alveolar nerve canal. فكل ما كانت علاقتها مع الكانال أكبر كل ما كانت صعوبة أكبر، كل ما كان بدها مهارة أكبر، كل ما كان في عندي احتمالية لحدوث complications أكبر. طبعا آخر عملية باستخراج الأسنان المطمرة هي debridement and suturing، الخياطة. طبعا بنفك الخيوط بعد مدة تقريبا 7 أيام من الجراحة. بالنسبة لاستخراج الجذور المكسورة والزور المكسورة وبقايا الجذور العالقة ضمن السوكيت، في عندي شرطين أساسيين لازم يتحققوا، هنا الإكسلنت لايت والإكسلنت سيكشن، لحتى يشفط لك كل السوائل والدم اللي ممكن يكون موجود ضمن السوكيت واللي ممكن يعيق الرؤية أو الفيزيبيليتي يلي عندي. طيب أنا ليش ممكن ألجأ لتقنية القلع الجراحي بحالات الزور والجذور المكسورة؟ بسبب وجود هايبرسيمنتوزز، أو بسبب عدم القلقلة الصحيحة لي أو الطاقة الكافية للجذر أو للذروة قبل حدوث الكسر فيها خلال عملية القلع البسيط، أو إذا كان في عندي انحناءات كبيرة أو شديدة ضمن النهاية الذروية للجذر. عندي عدة تقنيات ممكن أستعين فيها من أجل استخراج الذرة والجذور المكسورة. أولا إني كمان الطريقة التقليدية إني أنا أبرد عظم، أرفع شريحة وأبرد عظم لأوصل لجذر المكسور واستخرجه بواسطة رافعة الباين، ادخل بالبريودونتال ليجامنت سبيس بحركة ويتش واستخرجه. طبعا في عندي تقنية تانية بديلة يلي هي اسمها اوبن ويندو تكنيك، محاسن هي الطريقة بانه انا بقدر اعمل بس عبارة عن ثقب صغير ضمن البكال كورتيكال بليت عند الابيكال بورشن اوف ذا روت او الابيكس، وبعد منها بجيب الرافعة وفوت فيها ضمن هذا الثقب وبستخرج منها الذروة أو الجذر المكسور. محاسن هي الطريقة بأنه هي بتحافظ لي على البكال كورتيكال بليت بحال كان المريض بيرغب بأنه يزرع بعد ما يصير في عملية قلع للسن وشفاء بالمنطقة، ما بصير في عندي أذية بالبكال كورتيكال بليت. هلا في عندي عدة حالات تستوجب أو عدة مبررات تستوجب إنه خلي الجذر بمحله بلا ما أقلعه. شو هي؟ أول شيء إذا كان في عندي
روت الفريجمنت شود بي سمول، يعني جزء من الجذر اللي مكسور او بقايا الجذر تكون صغيره ما تتجاوز 4 على 5 ملي بالطول. ثانيا ما يكون فيها انفكشن، ما يكون فيها راديولوسنسي على الاشعه، ما يكون فيها افه حوالين الجذر، يعني ما يكون في عندي مهم انفكشن. والمبرر الثالث هو انه اذا كان الجذر كثير انتماره عميق ضمن العظم، فاذا بدي احاول استخرج مثل هي جذور انتماره عميق جدا ضمن العظم، ف رح يصير في عندي ازاله لكميه كثير كبيره من العظم، اذيه ضمن العظم الفك، ممكن يصير في عندي كسر فك مرضي، ممكن يصير في عندي مثل هي الحاله لوحات استخراج جذر، اذيه ب منطقه العصب السنخي السفلي inferior alveolar nerve، فالافضل اني اتركه مع المراقبه. طبعا بالنسبة لآخر مرحلة بالقلع الجراحي وهي السوتشرينج، إلى عدة وظائف للسوتشر كتير مهمين، هن أول شيء إنه بتخليني ضب الجرح بطرفين متقابلين مشان يخف عندي النزف والأذية، بصير في عندي شفاء أسرع. ثانيا بتساعدني بالهيموستاسيس أو بالإرقاء أو بإيقاف النزف. ثانيا أو ثالثا ممكن تساعدني ب عملية الحفاظ أو سبات الخسر الدموية في منطقة السوكيت، خاصة في حال عمل فيجر 8 سوتشر يلي هي حتخليني أو تساعدني بعملية تثبيت البلود كلوت ضمن السوكيت. وفي عندي وظيفة أخيرة هي إنه بتساعد على إني أضب أو ضل النسج أو السوفت تيشو النسج الرخوة ضمن أو على العظم وعلى السمحاق مشان يصير في عندي هيلينج او شفاء للنسج الرخوه، وما يصير في عندي اسكيميا، ما يكون في عندي نكروزز ايضا. طبعا ادوات لازم تكون موجوده عندي اللي هي النيدل هولدر، لازم يكون في عندي ماده الخيط الجراحي، لازم يكون في عندي النيدل اللي هي لازم تكون 3/8 الدائره شكلها، هي دائما شائعه ضمن الخياطه بالحفره الفمويه، بمسكها بالاندكس فينجر مشان السبورت، وبمسكها بمسك النيدل هولدر بالاصبع الاول وبالاصبع الرابع، وخلي الاندكس فينجر كسبورت مشان ما ينزلق مني في اثناء عمليه الخياطه. دائما لما بدي خيط لازم بلش من الطرف من عند البابيلا ومن الطرف المتحرك لحتى امسكه للطرف الثابت، يعني من الفيشيا اللي هو حيكون غالبا عند الطرف المتحرك نحو اللينجوال بابيلا اللي هي الطرف الثابت، وما لازم خيط على الامتي سوكيت لانه ما حيصير في عندي دعم الشريحه وثبات الشريحه على العظم، وبالتالي ما حيصير في عندي هيلينج سريع، حيصير في عندي ديليد هيلينج، ممكن يصير في عندي اذيه بالنسج الرخوه وانهيار بالشريحه. طبعا مثل ما حكينا بمسك الطرف المتحرك اول شيء، بعدين فوت بالطرف الثابت اللي هو حيكون يعني فيشل للينجوال. طبعا كيفية دخول الإبرة لازم تكون بزاوية 90 درجة بالنسبة للسوفت تيشو، ما لازم يكون الدخول أوبليك أو بشكل معترض مشان ما يصير في عندي أذية ب الفلاب أو بالسوفت تيشو، ما يصير في عندي تيرينج، ما يصير في عندي تمزق، ما يصير في عندي إنجري وديليد هيلينج بالسوفت تيشو. طبعا بالنسبة لعائد الخيط أو ربط القطبة ب التيشوز ما لازم يكون مربوطة بشكل قوي كتير، ما يكون يعني not be tied to tightly، ما يكون مربوط بشكل أو معقود بشكل كبير كتير، لأنه هذا الشيء رح يعمل لي اسكيميا ونكروزز بحواف الشريحة أو بالفلاب مارجنز. طيب كيف بدي أنا أقوم بالخياطة؟ بعد ما فوتت الإبرة من الطرف الأول للطرف الثاني، بخلي عندي من الطرف الأولاني قسم حر من الخيط بحوالي 1 ل 2 سنتي، بعدين بجيب الطرف الآخر من الخيط اللي فيه الإبرة اللي هو الطرف الطويل وبلفه حوالين النيدل هولدر لفتين، بعمل 2 لوبس، بعدين بجيب الطرف الحر من الطرف الآخر وبمسكه بالنيدل هولدر وبفوته بالطرف الآخر أو باللوبس وبعقده، بكرر هاي العملية مرة تانية مشان يصير في عندي قطبتين أو قطبة ماكنة. ولازم يكون قبل ما فوت بالإبرة لازم يكون في عندي تحرير بسيط ل non flap side of the incision، يكون في عندي سهولة بدخول الإبرة من طرف للطرف الآخر، ما أصطدم بعظم أو بأشياء صلبة أو يصير في عندي تمزق بالسوفت تيشو أو أذية فيها نتيجة
الدخول بعنف أو بقسوة شديدة دون المنطقة. فبما برافعة السمحاق شوي رفع أو ريفليكشن بنون فلاب سايد وفوت بالإبرة بشكل مريح. طبعا آخر شيء بعمل قطبة بالاتجاه المعاكس، طبعا مثل ما قلنا إنه عملنا قطبتين، بعدين بعمل بلف الطرف اللي فيه الإبرة حوالين الميدل هولدر بالاتجاه المعاكس عكس عقارب الساعة يعني، وبرد بربطها كمان مرة تانية أو بعقدها مرة تانية. فهذا الشيء شو حيعمل لي؟ رح يعمل لي تمكين للعقدة أو للقطبة في المنطقة، بحيث ما تفرط هي القطبة أو ما يصير في عندي تمزق أو انهيار في القطبة أو بالشريحة. طبعا في عندي عدة تقنيات بالخياطة ممكن إني استخدمها ضمن الحفرة الفموية، بس هي أشهرها السمبل انتربتد سوتشر. ممكن إني استعين بالهوريزونتال ماتريس سوتشر بحال إذا كان بدي أعمل مثلا قطب ضمن البابيلا أو ضمن اللثة. ممكن كمان إذا كان في عندي شق طويل إني استعين بالكونتينوس سوتشر لأنه أسرع بتكون، باعتبار أسرع واختصارا للوقت مشان خيط بشكل أسرع على الشقوق الطويلة، وكمان بتكون مريحة للطبيب بشكل أكبر. هلا بالنسبة لي ما بعد العمل الجراحي، في عندي أول شيء تغطية دوائية حتكون عبارة عن نان ستيرويد أنتي إنفلاماتوري دراجز، مضادات الالتهاب غير ستيرويدية، منها حتكون مخففة للوزمة اللي ممكن أن تنتج بعد العمل الجراحي، ممكن وكمان بنفس الوقت بتعمل عمل مسكن. بس ممكن إني آخذ كمان مسكنات عادية يلي هي مسكنات مركزية، كمان ممكن استعين بستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز بس بحال الضروره، او مو بكل الحالات يعني فيني استخدم فيها الستيرويدات الا بحال كان في عندي عمل جراحي كتير كبير كتير واسع كتير فيه كان تروما على التيشوز ضمن الحفره الفمويه، فممكن اني استعين بالستيرويدات. الانتي بايوتكس كمان مضادات حيويه بس عند الضروره، بحال كان مثلا المريض مهمل او عنده أمراض جهازية أو عنده اعتبارات خاصة استوجب على إني استعين بالمضادات الحيوية. في عندي الماوث ووشز طبعا اليوم التالي للعمل الجراحي بستعين فيها مشان أطهر لي مكان الجرح، ما يصير في عندي دخول لجراثيم ويصير في عندي انفكشن محتمل بالمنطقة. هلا في عندي ناحية تانية اللي هي وات اباوت بوست اوبراتيف كير، ما هي الاعتبارات أو ماذا عن الاعتبارات بعد العمل الجراحي بخصوص العناية؟ طبعا مثل القلع البسيط لازم ينبه على المريض انه اول شيء يلتزم بالادويه اللي انا اعطيته اياها، يلتزم بالصحه الفمويه، ما يكون مهمل، يحافظ على مكان الجرح نظيف قدر الامكان. بحال حس بالم ياخذ مسكنات، حيكون الالم هذا شيء كثير طبيعي خاصه باول 3 4 ايام حيكون الالم بذروته، بعدين بنهايه الاسبوع الاول رح يخف. عندي حيكون في وزن كمان، هذا الشيء طبيعي، هي وزني بعد اسبوع بتكون اختفت ان شاء الله. بالنسبه لي النز، ممكن يجي المريض لعندي يقول دكتور انه عم ينزف عندي مكان الجرح، هذا الشيء طبيعي، بس هو ما حيكون هو نزف، حيكون هو نز اللي هو عباره عن كميه قليله من الدم مع كميه كبيره من اللعاب ضمن الحفره الفمويه. فلا ابدا يخاف المريض بالنسبه للنزف خاصه بالليل. واهم شيء انه يلتزم بالتعاليم تبع الطبيب بما بعد العمل الجراحي مشان ما يصير في عنده كومبليكيشنز واختلاطات واضطرابات ممكن تكون ناتجة عن اهمال المريض بالنسبة للعناية بعد عملية القلع الجراحي. شكرا لحسن اصغائكم.